من تذكر في كلامك الحوقلة؟ الله، وما أدراك ما الحوقلة؟ الله. يعني أبي أعرف أسرارها. أنا شوف حبيبي وعزيز، أنت قاعد تلمسني بالأشياء اللي أنا أحبها حيل. نعم. أنا الحوقلة لي معاها قصة، يعني أنا شخصيا لي معاها قصة. في سنة 2015، عسى ربي بعد أنكم كل الهم وحزن، اللهم أمين، صار عندي مشكلة وما أدري شنو حلها، والمشكلة كانت يعني عصيبة بالنسبة لي. استشارت، حاورت، قعدت مع دكاترة، قعدت مع مختصين، ما أدري، ما في حل، يعني أغلقت أبواب الدنيا مدة طويلة، 3 أشهر وأنا أحاول أني أحل المشكلة، ما انحلت. أبو عزيز، بعد صلاة الفجر قعدت للشروق، لحين أذكر قلت أذكار الصلاة بعد الصلاة، وما قلت حتى أذكار الصباح ذاك اليوم، بس كنت أحوكل، كنت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأستشعر أني أنا ضعيف وننكسر وما لي حول ولا قوة، يعني ما لي حول، يعني ما لي انتقال من حال الضعف إلى حال القوة، من حال الانكسار إلى حال النشاط، من حال المرض إلى حال الشفاء، ما لي حول، محبط على آخر، على الآخر، ولا قوة إلا بك يا رب يا ذا الجلال والإكرام، وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش شروق؟ والله يا أبو عبد العزيز صاج، ويشهد الله عز وجل علي صاج، أني صليت الشروق وطلعت كانت تنحل المشكلة. سبحان الله، ما أدري شلون، سبحان الله. أنا الحين أقول لك إياها شعر يعني ينبي كش، أتذكر الموقف اللي صار شلون، ما أدري، سبحان الله، سبحان الله. دائما الله يكون أكبر من الكل ويكون قريب من دعوة أي مسلم. أي والله، يعني شوف الحوقلة، يعني أنا أقول حق الشباب، يذهب بعض العلماء على أنها سر الله في الكون، كلمة جدا عظيمة تحمل بها الجبال. بقول قصة واحدة بس. إيه تفضل. ورد في الأثر أن الملائكة شكت إلى الله عز وجل، ملائكة العرش، لا، ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ملائكة العرش شكت إلى الله عز وجل أن ما يقدرون يحملون العرش. ليش ما يقدرون يحملون العرش؟ لأن العرش أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل إطلاقا. شنو حجمه؟ ما ندري شنو حجمه، الله أعلم، ما تستطيع تخيله ولا تصوره، بس أنا بعطيكم مثال اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العرش، يعني شنو حجمه. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الكرسي، مو العرش، الكرسي اللي هو موضع القدم، وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي أن السماوات السبع والأراضين بمجراتها وأفلاكها وكل ما تحويه، إذا قرنت بالكرسي للحين ما وصلنا للعرش، كحلقة حديد ألقيت في فلا، سبحان الله، كنا 50 فلس، سبحان الله، انقطت في صحراء قدام الكرسي، من كبر الكرسي، كل السماوات السبع والأفلاك والنجوم والمجرات. طيب العرش مقارنة بالكرسي كحلقة حديد ألقيت في فلا، لا إله إلا، ولكن أنت تتصور هذا العرش قدام الكرسي اللي قبل شوي قاعد نقول عنه، شيء مو طبيعي. حملوا العرش بلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا السر اللي دائما أنت تتبعه في الحياة، بأن يعني لا الفتوح الإلهية والربانية بلا حول ولا قوة إلا بالله، وتكرارها واستشعارها شيء خيالي، شيء ما يتصوره إنسان.